السلام عليكم حبوباتي، جيسبر تكونوا كامل بخير وعلى خير. بو موا سافا الحمد لله. اذا كنتوا اول مره تشوفوا فيديوهاتي مرحبا بكم معنا، معكم نسرين. ما تنساوش دعمي بالاشتراك والاعجاب، هكا باش ندير لكم فيديوهات اكثر واكثر. فيديو اليوم متحمسه ليه بزاف، عدد من المتابعين كان طلبوا مني اليوم راح ندير لكم. ما نطولوش بزاف، نبداو الفيديو على بركه الله. إذا كنت من محبي الرسم وتريدين أن تتعلمي في أسرع وقت ممكن، لكن للأسف لا تتوفر لديك الأدوات اللازمة، أنا نقول لك اليوم تقدري تبدأي في هذا المجال في هذه اللحظة بالضبط إذا أردت ذلك طبعا. لماذا؟ لأنه مجال تصميم الأزياء فيه مراحل كثيرة، والمرحلة الأولى أو الانطلاقة تدعى بمرحلة رسم المانكان أو بمعنى آخر رسم جسم العارضة. وهذه المرحلة تحتاج منك إلا ورقة، قلم رصاص، ممحات ومسطرة. وفي هذه المرحلة أيضا يجب عليك أن تأخذي كل الوقت الذي لديك في تعلم وإتقان هذه المرحلة واللي هو رسم الجسم. ننتقل للمرحلة الثانية والتي تدعى بمرحلة التصميم. هنا سوف تبدأين برسم ملابس العارضة، تلوينها، المزج بين الألوان وحتى التنسيق. وفي هذه المرحلة سوف تحتاجين إلى ألوان خشبية. من تجربتي أنصحك بأن تشتري ألوان تكنو أو فيرتكس، وإذا لم تتوفر على مبلغ كبير فأنصحك أيضا بأن تأخذي الألوان على الشكل 12-24، فهنا سوف تتحصلين على ألوان أكثر وبسعر أقل. أنصحك كذلك بأن تشتري أوراق الرسم بالحجم 100 أو 150، يوجد الكثير من الأحجام، لكن لا تشتريها بحجم صغير جدا 12 ورقة، فهذا لا يساعدك كثيرا. ننتقل للمرحلة الثالثة وهي الأخيرة، سميتها بمرحلة التطوير والمعالجة. وعلاش التطوير؟ لأنه في هذه المرحلة سوف نطور من موهبتنا ونكتشف أشياء جديدة. فمثلا توجد العديد من أنواع الأقمشة، فسوف تتعرفين على كيفية رسم الدونتيل مثلا أو الفولار. أما المعالجة فسوف تعالجين الأشياء التي لا تتقني فيها كثيرا، فمثلا لا أتقن رسم اليد، في هذه المرحلة سوف أركز على رسم اليد. الأدوات التي تحتاجينها في هذه المرحلة ألوان فتخ، أنصحك جدا بماركة بيك، ألوانها رائعة، تأتي فيها أظن 18 لون ولا تجف بسرعة. السبب الوحيد الذي جعلني أفضلها على مابيد أنه ألوانها لا تجف بسرعة مقارنة بألوان مابيد، وسعرها نسيته للأسف. تحتاجين أيضا إلى أقلام ملونة لستيلو بريو أو بيان لستيلو مات، وذلك لرسم التفاصيل إلى آخره. كذلك إلى ألوان مائية لابنشو، أنصحك جدا بماركة بيبيو، جميلة جدا، تأتي فيها 10 ألوان وسعرها ما بين 700 دينار جزائري إلى 850 دينار جزائري عفوا. وعندما نقول ألوان مائية أو لابنشور نقول فرش التلوين، لا تستغني عن فرش التلوين. أنصحك بأن تشتري باكيت، مجموعة فرش التلوين من عند تيكنو، في الجزائر لا تتوفر لدينا إلا تيكنو، وكذلك باليت الألوان ليست ضرورية لخلط الألوان. وبهذا نكون قد أنهينا فيديو اليوم، أتمنى أن ينال إعجابكم وتستفيدوا منه، وإذا كان كذلك لا تنسوني بالاشتراك والإعجاب حتى تدعموني. نلتقي في فيديو جديد إن شاء الله. سلام.